الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.